خبر عظيم وفائدة كبيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، عدل 10 رقاب يعتقها، كتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة، وكان في حزن من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله. وهذا فضل عظيم يستحب الإنسان كل يوم أن يذكر الله 100 مرة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سواء في الضحى أو في الظهر أو في العصر، لكن إذا بادر بها في أول النهار يكون أفضل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وإن قال يحيي ويميت حسن، أو قال وهو حي لا يموت بيده الخير وهو كله طيب، 100 مرة. والأفضل في مجلس، وإن قالها في مجالس حصل المطلوب ولو في مجالس. ويستحب أن يقول أيضا صباح ومساء: سبحان الله وبحمده 100 مرة، سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة صباحا، سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة مساء. أخبر النبي أن هذا من أسباب المغفرة، تغفر خطاياه يعني التي دون الكبائر إذا اجتنب الكبائر. ويقول صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ويقول صلى الله عليه وسلم: الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله.